السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله درس جديد وفيديو جديد في قناة أم هيثم التعليم الراندا. إن شاء الله الدرس ديال اليوم غيكون هو عبارة على درس ديال راندا ديال الكوكياجة اللي كتجي على هذا الشكل. هي عبارة على 6 ديال الغرز وكتجي حبكة اليمين وحبكة اليسر وكتفرقهم 2 ديال الغرز، كتجي على هذا الشكل هكا. نتمنى ان الدرس ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره دخلت عندي القناه تشترك وتفعل زر ديال الجرس باش يوصلها دائما جديد فيديوهاتي وتشوف فيديوهاتي السابقه في القناه. نتمنى انني نتوفق في الشرح ديال هذا الدرس وانه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك وتعليقاتكم المحفزه، ودائما كنرحب بمتتبعين ديالي القدامى، وان شاء الله هذا الدرس يعجبكم. نبداو على بركه الله. وباش نبداو هذاك الدرس اللي وريتكم ديال الكوكياجا، كنبنيو هكا 6 ديال الغرز، كنعاودو نرجعو فيهم. انا درتهم اختصارا للوقت. اللي ما تعرفش دير بناء الغرز ترجع للفيديو فيديوهاتي في قناه ام هيثم التعليم راندا. نبداو بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نعاودو نضربو في الثوب ونرجعو في جميع هادوك الغرز. جوج، ثلاثة، غنضربو في الثوب. وباش غنبداو هداك الدرس غنضربو جوج ديال الغرز الأولى، وحدة، وحدة الثانية، وغدا نقزو جوج ديال الغرز وغدا نضربو في الخامسة والسادسة. نعاودو نضربو في الثوب. دائما كقاعدة في الراندا، نقزنا غرزة وحدة كنعوضوها بجوج الغرز، نقزنا جوج ديال الغرز كنعوضوها بثلاثة ديال الغرز. غدا نرجعو في هدوك الغرز كاملين، غادي نعوضوا هاد الجوج غرز اللي خلينا، غنعوضهم بثلاثه الغرز باش نرجعوا للعدد الاصلي. هذه جوج، هي ثلاثه، هي اربعه. هنا ضربنا دابا ثلاثه الغرز، اربعه، ويبقاو لنا هنا جوج غرز هي الخامسه والسادسه. نتمنى يكون التصوير واضح. نعاودوا نضربوا في الثوب. غدا نمشيو ونجيو في هاد الغرز كاملين بستة، حتى غنديرو واحد السميطة على العرض اللي حنا بغينا، وديك الساعة غدا نبداو الطريقة الأخرى ديال الخدمة. أنا باش ما نطولش عليكم غنمشي ونجي ونتلاقاو تاني. هاهو البنات، بعد ما درنا السميطة بالعدد ديال العرض اللي بغينا، مشينا وجينا مشينا وجينا، يعني درنا مشي ومجي ومشي ومجي. من بعد سلالي الخيط ودفنته في الثوب، ندير خيط واحد اخر باش نكملو الطريقه الاساسيه ديال الخدمه. دابا ما غنضربو حتى شي غرزه، غنجيو وغدا نحبكو في هاد العين، غنخليو الخيط دائري بهاد الشكل، وغدا نديرو حبكه لهاد الجهه، نديرو ثلاثه ديال الحبكات بهاد الشكل هكا، خيط دائري، ديرو حبكه فوق هاد جوج الغرزات اللواله. غنضربو دابا جوج ديال الغرز اللي في الوسط، وحده ها الغرزه الثانيه، وهاد جوج الغرز اللي بقاو لينا غنديرو فوق منهم حبكه للجهه الاخرى.
الاولى ديروا 3 حبكات ولا 4 حبكات، يعني اختياري على حسب الطريقه ديال العماره اللي بغيتو تعمرو. دابا غنضربو ديريكتومون في التوب ونرجعو نعوضو جميع ديال هاد الغرز باش نديرو تاني عوينه واحده اخرى. غنضربو جوج ديال الغرز فوق من هاد الحبكه، عفوا هي الغرزه الاولى، نديرو الغرزه الثانيه فوق هذوك الخويطات ديال الحبكه. هذا نخليو تاني هاد جوج ديال الغرز، وغنجيو هنا وغادي نديرو جوج ديال الغرز وحدين اخرين. ها هي وحده هاد الخيط، نديرو الثانيه، غنجيو نضربو دابا في التوب وغنرجعو نديرو الغرزة الأولى، وهداك الخيط غادي نعوضوه فيه 3 الغرز، بما أن نقزنا جوج ديال الغرز. ها الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، وها الرابعة، عفوا 6 ديال الغرز لان ضربنا الاولى، وهنا درنا 3 ديال الغرز هي 4، وهذه هي الخامسه وهذه 6. غنضربو في التوب لان خص دائما نرجعو نفس العدد، راندا دائما غير حساب. دابا غنمشيو ونجيو في هاد الغرز كاملين وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. غنمشي ونجيو فيهم حتى نديرو تاني العرض، نفس العرض اللي درنا هنا خصنا نديرو هنا، لأن كنتمشاو بنفس القياس باش كتجينا الراندة كلها عندها نفس العرض. نمشي ونجي وننتقى. هيا البنات، بعد ما مشينا وجينا ومشينا وجينا ودرنا نفس هاد العرض، غنديرو تاني نفس الخدمة، ما غنضربو حتى شي غرزة، ونديرو الخيط دائري، نعاودو نخشيو الإبرة في العين، وغادا نحبكو لهاد الاتجاه. ديرو تاني 3 الحبكات، حاولوا ما أمكن ما نزيروش الخدمة اللي لتحت كيف ما كنقول. غنضربو دابا جوج ديال الغرز، هاد الأولى هادي التانية، وغادا نحبكو في الجهة المقابلة. نتمنى نكون عرفت نوصل لكم الشرح ديال هاد الدرس بهاد الشكل هكا، ويكون واضح حتى في التصوير. وغنضربو ديريكتومون في التوب تاني، نرجعو تاني نعوضو هادوك الغرز، جوج الغرز في الخيط اللي حبكنا بيه، وكنبقاو نمشيو ونجيو ونمشيو ونجيو حتى كنديرو ديك السميطه بالعرض اللي بغينا، وكنرجعو كنديرو الحبكه على هاد الطريقه. ولكن ما بين حبكه وحبكه دائما جوج الغرز كفاصل. نخدم شويه ونرجع نوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي للدرس ديال الكوكياج اللي تيجي على هذا الشكل هكا. دائما حبكه لهذا الشيء وحبكه للجهه الاخرى، وكتفرقهم جوج ديال الغرز. نتمنى انني نكون توفقت في الدرس ديال اليوم، وانه يكون نال الاعجاب ديالكم. اللي دخلت عندي لاول مره في القناه، ما تنساش تشترك عندي في القناة وتفعل الجرس باش يوصلها دائما جديد فيديوهاتي. شكرا دائما للمتتبعين ديالي القدامى، وعلى التعاليق ديالهم وعلى التحفيزات ديالهم. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس المقبل، هو الدرس الجاي بخصوص درس جديد في الراندا. ودائما
شكرا لكم، كل الشكر لمتابعتكم لي في القناة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.